أهلا وسهلا مشاهدين، حياكم الله، طابت أوقاتكم أينما كنتم. اليوم فلوج جديد، افتتاح مطعم مصري 100% بالحمدانية مدينة جدة، حياكم الله. هذا الافتتاح مطعم مصري زي ما قلنا بمدينة جدة، مطعم مصري مش عايزة أقول لكم حاجة حاجة حاجة، شيء فاخر من الآخر، ما شاء الله تبارك الله. هذه الافتتاح، هذه أم صاحب المطعم حتفتتح المطعم، ما شاء الله تبارك الله. الله لا يحرم حد من أمه، وكل واحد ناجح برضا الأمهات، ربنا يخلي لنا أمهاتنا. النهاردة تشوفوا شيء جميل جدا، شيء فاخر من الآخر زي ما شفتوا حبيبي الطيبين. خليكم معانا، زي ما شفتوا حبايبي هذا اللبس التقليدي المصري. هذا صاحب المطعم، ان شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح باذن الله، وربنا يوفق كل واحد يا ربي نفسه يعمل مشروع، ربنا ان شاء الله ييسر له، اللهم يسر ولا تعسر للجميع ان شاء الله مشاهدين. طبعا هنا تهنئات لصاحب المطعم، هذا اللبس الفرعوني الأصلي المصري، شيء جميل ما شاء الله، أكلات حاجات. وأكثر من كده في نكش الحروف الفرعونية الأصيلة طبعا بالعربي، ما شاء الله تبارك الله، بالتوفيق وإن شاء الله والنجاح للجميع إن شاء الله، نتمنى لهم المزيد من التوفيق بإذن الله. زي ما شفتوا مطعم شيء فاخر من الآخر، مطعم فايف ستار، هذا مطعم دور الأول. يعني شيء جميل ما شاء الله، شفتوا هنا علامات، يعني علامات فرعونية، يعني عاملين لها الحروف، سبحان الله، جايبين حاجات جميلة جدا، علامة فرعونية بالحروف. هذا هو المطعم، فيه حاجات جميلة جدا ما شاء الله، الله يبارك بالنجاح إن شاء الله. هذا المطعم شيء جميل 100%. حاجة كلاس، كلاستيك، كلاس كلاستيك، شيء جميل ما شاء الله. زي ما شفتوا
جاي في الحمدانية مدينة جدة المملكة العربية السعودية. أكلات طبعا معروفة، الأكلات المصرية ملوخية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهاردة الحمد لله تم افتتاح اليوم الجميل الخميس النهاردة 18 أغسطس من الحمدانية، حي جميل جدا. الأستاذ أمجد بقال فكر في تجربة جميلة، هي التجربة المصرية، الحضارة المصرية العظيمة، من خلال مطعم جميل جدا اسمه أبو الطيب. هيحدثنا دلوقتي رئيس مجلس إدارة المطاعم أبو الطيب الأستاذ أمجد بقال. تحياتي لحضرتك جدا، وسعداء جدا بهذا الحفل الجميل، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال اللي حضروا النهاردة الحمد لله، والوالدة ساهمت في الافتتاح. حضرتك حدثنا عن التجربة، حدثنا عن الديكور، إزاي جه الديكور، كل شيء بقى، تفضل. أهلا وسهلا فيكم. احنا الآن التجربة الفرعونية اللي احنا حابين نقدمها لجميع الأخوان هنا بالسعودية، بنعرفهم على الحضارة الفرعونية فقط كحضارة، مش هي كمجرد طعام. احنا ما عملنا كمطعم فقط، لكن عملنا مزيج ما بين الحضارة الفرعونية والأكل المصري الشعبي الجميل جدا. طبعا احنا معظم الديكور معمول على النقش الهيروغليفي الفرعوني، وحاولنا قدر ما نقدر احنا بنعلم الزوار أبجديات الأحرف الخاصة بالفراعنة، فلذلك احنا كل حرف موجود مقابل الحرف العربي، بحيث انه أبسط الناس يقدر يقرأ الرموز الفرعونية. غير ان احنا عملنا بعض التحف وبعض المجسمات الموجودة عندنا، عندنا كمان السفن الحربية الموجودة كانت في الحضارة الفرعونية، فإن شاء الله هي تجربة جميلة جدا. والترابيزات كمان والشمس، نعم. احنا بنحاكي بشكل كامل الحضارة الفرعونية القديمة. ما شاء الله، انا احس هنا الإضاءة متوزعة كتوزيع جميل بروفيشنال، نعم، جدا. بمعنى انه زي الشمس اغلب اغلب الحضارة الفرعونية، وخاصة كانوا الملوك كان عندهم الذهب مقدس جدا طبعا، واللون السائد هي اللون الذهبي، فاحنا برزنا اللون الذهبي في 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 جميع الديكور ولمساته. طبعا طبعا ما شاء الله، اطفال لون الذهبي جدا، لون الشمس، لانه مكانه يعني بيحبوا الشمس جدا، نعم، بيقدروها. نعم، نعم، ما شاء الله عليهم. هنا حضرتك كمان شايف الدخان وشايف الزي كمان. احنا توفقنا بشكل دقيق في عملية الديكور، نعم، وأبسط الأشياء حاولنا نركز عليها ونبرز ثقافة جميلة جدا دامت 7000 سنة. تمام، جميل جدا. حتى الموظفات، حتى الموظفين يعني النهاردة شفناهم زي جميل جدا ما شاء الله، يعني حسنا ان احنا فعلا يعني الحمد لله. ان شاء الله بشير. انه تستمتعوا معنا، الله يحفظك وجميع متابعينا. قناة حليمة أطلس في المغرب العربي وفي مصر وفي الوطن العربي كلها، سعيدين بوجودكم معنا ان شاء الله، ودايما يا رب عايزين اكتر، عايزين فرع تاني، فرع تاني بحول الله تعالى. بحول الله تعالى ان شاء الله ينجح المشروع وان شاء الله نستمر ان شاء الله. وشرف عظيم من الوالده النهارده وانت الحمد لله، هذه بركه دعاء الوالده زي ما يقول، اهم مفتتح النهارده، ربنا يحفظها ويبارك. وكلمنا عن اشهر الاطباق هنا بقى ايه الأطباق؟ والله الاطباق المشهوره عندنا المصري معظمها مصريه، كل مجموعه الطواجن، طاجن الباميه، طاجن الملوخيه، طاجن الباذنجان، المحاشي بشكل انواعها، في عندنا الترمب، في عندنا الحمام، في عندنا البط، في عندنا معظم الاشياء الموجوده عندنا المصريه موجوده عندنا. ما شاء الله ان شاء الله، وهتنوع بعد كده ان شاء الله في الاطباق الثانيه بحول الله تعالى ان شاء الله. لا احنا متخصصين بس في المصري ان شاء الله. جميل جدا ان شاء الله، حياكم الله ان شاء الله دايما يا رب التشكيل. شكرا لك، وشاكرين على حضور حضرتك. شكرا معنا. لكم حياكم الله. يا مرحبا يا مرحبا، الله يحفظك ان شاء الله. دايما استاذ امجد بيقدم لنا حاجات جميله ان شاء الله، وباذن الله الفرع القادم ان شاء الله باذن الله، ودايما يستمر في تطلعاته ومستقبل جيد ان شاء الله للإعاشة، رجل إعاشة بامتياز ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم. زي ما شفتم حبايبي الطيبين، هذه الاكلات المصريه، حمص على ملوخيه، في منبار، هذه باميه، في كباب، في حاجات جميله ما شاء الله. المهم زي ما شفتوا حبايبي،
شيء فاخر من الآخر. الله يبارك. الحمد لله، يعني العشاء كان شيء جميل جدا، وتعشينا وسمعنا موسيقى، شيء ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل. يعني زي ما شفتوا الزخرفة الفرعونية 100% إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. إن شاء الله ربنا يوفق كل واحد يا رب نفسه يعمل مشروع، إن شاء الله عقبة لنا جميعا، ليش لا، من جد وجد. لا تنسوا اللايك واشتراك، يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.